إخواني المشاهدين، السلام عليكم، صباح الخير. اليوم إن شاء الله هتشوفوا معايا تاني الأحوال الجديدة تاع الشجرة ديال التين اللي عندي هنا في الحديقة. الحمد لله يعني النمو فيه استمرار، يعني الآن يعني النمو مستمر الحمد لله. يعني تنشوف بعض الثمرات شوية اللون تاعهم بدا يتبدل ويميل إلى الأصفر. أنا هاد الشجرة هادي ما عرفش يعني ما عمري دقت يعني ما عمري دقت يعني التمر تاعها، ما عارفوش واش يعني اللون اصفر او اللون من لون يعني من النوع اللي تعطي اللون الاصفر او من اللون من النوع اللي تعطي اللون يعني البني. انا زعما دقناش، ولكن كنت شي تمرات شفت اللون تاعهم تيميل اللون الاصفر. شوفوا هذه غادي تيميل اللون الاصفر، ربما هذه تاع تمرها يعني من النوع اللي تعطي اللون الاصفر، يعني اللون يعني النوع الاسباني. هانتوما تشوفوا هي الحمد لله يعني النمو يعني مستمر، ويعني الاحوال تاع الشجره يعني جيده. يعني انا تنحاول يعني ما نسقيهاش الان، يعني وقفت عليها السقي، ولكن يعني الحمد لله يعني الامطار هاد الايام تهطلت يعني وارتوت الارض، ويعني استفادت الشجره من هذه المياه. رغم انني انا يعني احببت ان يعني ما تكونش يعني ما يكونش يعني سقي لشجره التين الان حتى تنضج هذه الثمار. هذه شجره اخرى، هذه شجره اخرى، هذه كنت تكلمت عليها، هذه فيها الذكر وفيها يعني الانثى. يعني مع بعض. وهذه شجرة مهمة بالنسبة للأشجار الآخرين، يعني هي بالنسبة للتلقيح هذه شجرة مهمة. شوف فيها الذكر وفيها الأنثى، شفتوا؟ يعني هذه شجرة هذه نعتمد عليها في التلقيح إن شاء الله. هي مازالت صغيرة وتعطي ثمار الحمد لله، ولكن أظن العام السنة القادمة إن شاء الله تكون يعني عندها حجم كبير إن شاء الله بإذن الله. وانتم شفتوا يعني الأشجار، درجة الحرارة الآن صارت تتغير بالليل، الجو يصير بارد شوية، فحبذا لو يعني نستفيد من هذه الأشجار من ثمارها. شوفوا الثمار، يعني عندها ثمار، هذه شجرة صغيرة ورغم ذلك تعطي ثمار. حتى هذه فيها الذكر، حتى هي فيها الذكر، هذه الشجرة فيها الذكر، يعني صغيرة ولكن يعني الحمد لله تعطي ثمار. يعني هذه الشجرة أخرى، هذه الشجرة الكبيرة هذه سبحان الله يعني هي مملوءة بالثمار، ولكن لو الجو يتغير هنا في ألمانيا، لو يصير الآن برد ويعني يصير برد يعني كثير ويصير يعني ثلج، فالنمو حيتوقف، سيتوقف النمو، وبالتالي لا نستفيد من هذه الثمار. يعني في السنوات السابقة كان نفس الشيء، كانت شجرة مملوءة ليست هذه الشجرة بل شجرة أخرى كانت مملوءة بالثمار، إلا أن مشيئة الله شاءت أن تكون أن لا يستمر النمو بسبب البرد وبسبب تهطل الثلوج، فتوقف النمو. فأنتم تشوفوا يعني الثمار، يعني الحمد لله يعني الشجرة كلها يعني مملوءة بالثمار، جميع الأغصان فيهم ثمار. فقلت يعني مشيئة الله شاءت إلا أن يتوقف النمو الشجرة بسبب برد، وبالتالي ما لم نستفيد من ثمارها بالصفة يعني يعني بشكل كامل. تقريبا استفدنا 10% أما 90% من الثمار كلها يعني ظلت يعني عالقة في الشجرة حتى يعني مر عليها الظهر فسقطت على الأرض، يعني ما استفدناش منها. يعني شوفوا هذه الشجرة، يعني قلت لكم يعني شجرة فيها يعني سبحان الله. شفتوا هذا، شوف يعني سبحان الله، يعني مملوءة إلى يعني والله يعني مملوءة، شجرة يعني مثالية في في في, في النضج، يعني في إعطاء ثمار مثالية. ولكن الجو هنا يعني لا يرحم، الجو بارد.
هذا نتمنى ان شاء الله هذا الثمار يعني يستمر النمو ديالها ونستفيد منها بشكل يعني جيد. والله يعني سبحان الله، شوف يعني من تحت يعني هي غاليه كلها ثمار، سبحان الله، شوف ما شاء الله، سبحان الله تبارك الله، لا قوه الا بالله. شفتوا يعني يعني شجره والله يعني مثاليه. ان شاء الله يعني نستمر في مراقبه يعني هذه الشجره واعطاكم الجديد ان شاء الله، المزيد يعني مزيد من المعلومات يعني حول تطور هذا النمو هذه الشجره. ان شاء الله نستمر ان شاء الله في التواصل. اذا كنتم مشاركين معنا في القناه شاركوا معنا حتى يصلكم كل جديد، وما تبخلوش علينا بلايك حتى نستمر تحفيزا لنا ان شاء الله لنستمر في العمل ان شاء الله باذن الله. والى فرصه قادمه ان شاء الله، استودعكم الله واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh,